انت شو تخبطي؟ اقعد خلني اتفاهم. شو تشرب؟ سم اشرب. ما يبيعون هنا سم، اطلب لك عسل بدون شكر. شوفي، لا عبالي جبتيني هنا لما كان عام اكون عاقل. لا، انا انفضحت وانفضحت، وبلا ما تجندين ناس وتدفعين فلوس، هسه هنا اكسرك تكسر، تاخذين الفيديو من المطعم وتنزلي، صدقين تصيرين ترند. اني اقول اطلب لك موهيتو هنا يسوي خبر. اقول لك انت غايبه صار لك شهور، ايش ذكرك بيه؟ شلون كان اللقاء ويا غيد؟ حلو مو؟ جاب تفاعل؟ وش وقت مقرر تسوي قرعه لباقي المستمعين؟ وضيف اسمي بالكت يطلع بالقرعه وتستضيفني. غيد؟ غيد صديقه عزيزه من سنين، هو يصل من الزوجه. يا عيني ايش قد تحب اصدقائك. شوفي بلا هاللوات هاي، وانا غيد ما عندي شو وياها، وبعدين تروحين هسه وتدزين وتمسحين كل المنشورات اللي موجوده، افتهمتي لو لا؟ تتدلل بس تعوف غيد نهائيا. اقول لك انا اطلع ويا 60 بنيه، دق ستوريات ومطاعم وطبات وطلعات. ايش معنى غيد خليتيها هنا؟ لان انا اعرفك من تحب وتهتم، وانت تحب غيد وكان كلش مبين عليك باللايف. بابا هاي البنيه ايش دخلها بموضوعنا؟ هاي البنيه هي موضوعنا اساسا، ورحت لها لبيتها وقلت لها منير يخصني، واللي توصل يا منير اعرف شو اسوي بيها. ليش بابا انت مخبله؟ شفت؟ شفت ايش قد تحبها؟ من شنو خايف؟ ها من شنو؟ خايف لا تعرفوا بكل سوالفك؟ ابي ايش رايك؟ حكيت لها كل شيء. اقدر اعرف ايش يصير؟ منير هاي منو؟ مو قلت لك حبيبته. وانا ايش عليه؟ حلو الظاهر كلش بايعتك، الموضوع كل السكرت واني جيت ونبشت بيه. اقول لك غيد مو هيك انسان محترم. يا عيني جد احب ذني اللي يبيع عن شرفيات وهلا لعبه. اشرف منك وغصبا عليك، اذا انت ما محترمه لا عبالك بنات الناس كلها مثلك. على الاقل اني سنجل ولا ماما ولا كذا. كلمة زايدة راح امسح حد على رجلي. والله انت الناس انت شو بس لحظة بس ما تحكي يا انت تلعبين بيه العب بيش طابة وخليش فرجة العب بيش طابة. هاي هاي المرة اللي بعدها على ذمتي اللي هي أم ابن الصير أم يوسف تتعارك ويا هاي البنية على أستاذ منير مقدم البرامج المقدم الإذاعي اللي يطلع ببرامج ينصح العالم. والله شنو العسرة؟ وقالت العسرة صدغيل عندك حكاية؟ تقدرين تقولين شي؟ تفترين بالمطاعم ورا هذا الرجال؟ قولي قولي ايش عندك تفترين وراه بالمطاعم؟ احكي احكي يلا.